اقرأ بالتشكيل الصحيح جمهورية مصر العربية. جمهورية الجمهورية مبتدأ، مصر مضاف ليه؟ جمهورية مصر العربية مبتدأ وخبر، مصر العربية خبر. عندي سؤال بقى، دي أول الجملة كده ولا هي فين باقي الجملة؟ جمهورية بيبقى عليها ضمة، تمام، مصر بقى عندها كسرة، ومصر ممكن بدل، والعربية مضاف ليه؟ لا هتبقى العربية نعت. جمهوريته مصر العربية. ما معنى اسمك باللغة العربية؟ أحمد بصيغة التفضيل يعني كسر الحمد يعني. أحمد مظهر يعني أحمد ربنا مثلا. مظهر بقى مظهر الشكل. طارق معني حاجة طارقة لو هي أمر طارق. أنا اسمي حاتم، باسمي معنى إيه؟ مصطفى المختار. محمد مجدي سمير. سمير؟ طب ليه ما قلتش مجدي؟ مجدي أسهل. اختار أغنية تفضلها وحاول كلماتها إلى العربية الفصحى بنفس اللحن. أنت شمسي بتنوريني وأنت صاحبي حبيبي زميلي. ويبقى صعب إن إحنا حياتنا كلها من اللغة العامية. العيونه كلها بصاصة، خلقه وعايزة خلقه تحتاج في عينها رصاصة. قلبي فيكي سارح، قلبي مش مسامح، قلبي مات امبارح.